إلى ذلك، أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج تهيئة الطلبة المستجدين بالصف الأول في جميع المدارس الابتدائية، وذلك في أول يوم من العام الدراسي الجديد 2023-2024 بهدف تيسير اندماج الأطفال في الحياة المدرسية في جو ممتع. ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التي تستهدف تعريف طلبة الصف الأول الابتدائي بمعلميهم وزملائهم وبيئة الصف الدراسي ومرافق المدرسة والخدمات المقدمة لهم بها، بالإضافة إلى ممارسة مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة بهدف تعزيز الجانب الرياضي والحركي لديهم. كما يتيح البرنامج للطلبة ممارسة الرسم والتلوين للتعبير عن مشاعرهم في يومهم الدراسي الأول.